الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لكي تعرف الحياة لابد أن تعرف الموت. الأمور تعرف بأضدادها. إذا سألك أحد ما هو النور، فمن الصعب أن تشرح له ما هو النور، لكن من السهل أن تقول هو نقيض الظلمة. إذا سألك أحد ما هو الظلم، فلربما يكون صعبا أن توضح له جزئيات الظلم، لكن إذا قلت أنه نقيض العدل يتبين الأمر. مرة قال لي أحدهما: أيهما أولى بالمعرفة، الحياة أم الموت؟ قلت إن الفيلسوف الصيني المعروف كونفوشيوس سئل عن الموت فقال للسائل: أنت لا تعرف معنى الحياة بعد، فلماذا تبحث عن معنى الموت؟ فإذا انتهت حياتك عندئذ فكر في معنى الموت. هذا كلام كونفوشيوس، لكنني أقول لابد أن نعرف الموت حتى نعرف الحياة. سألني أحدهم ذات مرة نفس السؤال، قلت له: لا يعرف الحياة من لا يعرف الموت، تماما كما أنه لا يعرف النور من لا يعرف الظلم، ولا يعرف الخير من لا يعرف الشر، ولا يعرف الإيمان من لا يعرف الكفر. قال: أوضح. قلت: الموت نهاية فرصك في هذه الحياة، فضع ذلك نصب عينيك ثم افعل أفضل ما تستطيع في كل وقت، وبهذا تربح الحياة. لماذا تريد أن تعرف الموت؟ ولماذا تريد أن تعرف الحياة؟ فقط تريد تعرف معرفة فلسفية، ولا عندك شغل بالحياة؟ عندك شغل بالموت، لأنك حي الآن وتريد أن تعرف معنى الحياة حتى تعرف ما الذي تعمل، وتريد أن تعرف الموت حتى تعرف ما الذي سيجري عليك بعد الحياة. إذن الموت نهاية جميع الفرص المتاحة أمامك الآن، افعل أفضل ما تستطيع في كل وقت. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إنكم في آجال مقبوضة وأيام معدودة. عندك أجل، بس هذا الأجل راح ينتهي، والأيام معدودة بالسنوات بالشهور بالأسابيع بالساعات بالدقائق باللحظات. حينما يأتي أحدنا إلى هذه الدنيا، فرب العالمين يكتب أجله بين عينيه، اللي مكتوب في الجبين كما يقول المثل تراه العين. أيامنا معدودة، أجالنا مقبوضة. ثم يقول الإمام: والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. اللي يسوي أعمال خير هذا غدا سيغبط. شنو يغبط؟ يقول: كنت أقدر أسوي أعمال خير أكثر من هذا ما سويت. والناس يغبطون يقولون: يا ليتنا كنا مثله. لكن الذي يزرع الشر ما الذي يحصد؟ يحصد ندامة. ثم يقول الإمام: ولكل زارع ما زرع. أنت حينما تزرع الخير أنت تحصل على الخير. بعضنا يظن أنه إذا عمل أعمال خير فغير اللي يستفيد من عنده. مثلا إذا أعطى صدقة لفقير، إذا ساعد إنسانا يحتاج إلى مساعدته، إذا دافع عن مظلوم، فإن الفقير هو الذي يحصل على المال، وذلك الشخص يحصل على المساعدة، والمظلوم يخلص من الظلم. لا،
في الحقيقة أنت تحسن إلى نفسك حينما تحسن إلى الآخرين أكثر مما يحصل الآخرون منك على الخير، أنت اللي تحصل على الخير. الإمام علي سلام الله عليه قال مرة: إني لم أحسن إلى أحد، إنه ما أحسن إلي أحد، وما إنه ما أساء إلي أحد وما أحسنت إلى أحد. الأصحاب تعجبوا: أمير المؤمنين ما أحسن إلى أحد، أمير المؤمنين ما أساء إليه أحد، وقد شنوا عليه الغارات وظلموه، وفي أيام النبي جرح الكفر المشركون جرحوه في الحروب كادوا أن يقتلوه. كيف يقول ما أحسنت إلى أحد ولولا سيفه ما قام للإسلام عمود؟ ثم تلا قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، ولكل زارع ما زرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.